الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. أحييكم وأتمنى لكم درسا شيقا مع الأستاذ خليل أحمد، درس مادة الرياضيات في مدرسة الشخوط من سلطان الثانوية. درسنا اليوم هو التقريب الخطي. التقريب الخطي كان لدينا هذا السؤال، هو المطلوب مني أوجد التقريب الخطي للدالة fx تساوي تحت الجذر 2x زائد 25 عند النقطة x 0 تساوي 0. هذا السؤال، كيف أتعامل مع هذا السؤال؟ إذن لنذكر بقاعدة التقريب الخطي. قاعدة التقريب الخطي x تساوي إلى fx 0 زائد f مشتق ال f عند ال x 0 مضروبة ب x ناقص x صفر. إذا نبدأ بالخطوات. مطلوب من الخطوة الأولى أوجد f x صفر عند x صفر، وأوجد المشتق عند f x صفر. الخطوة الثالثة التعويض. إذا الخطوة الأولى step one. إذا نجد f x صفر، يعني f الصفر. f x صفر x صفر تساوي صفر. f الصفر تساوي، نقوم بالتعويض في الدالة الأساسية، بدل x نضع الصفر، 2 ضرب صفر صفر زائد 25، جذر 25 يساوي 5. إذا انتهينا من الخطوة الأولى. نبدأ بالخطوة الثانية. الخطوة الثانية نوجد المشتق. f فتحة، طبعا مشتق الدالة fx عند x صفر تساوي إلى مشتق ما تحت الجذر 2x على ضعفي الجذر. تمام، نعوض بصفر فنجد أن يكون لدينا 2 على مضروبة على جذر 25، 5 يعني 1 على 5. هذا المشتق. الخطوة الثالثة عملية التعويض بدالة التقريب. x تساوي fx 0 زائد مشتق عند x 0 مضروبة بكوس x ناقص x 0. إذا نعوض الآن. الإكس تساوي 5 زائد 1 على 5 مضروبة بإكس ناقص إكس صفر. عوضنا تعويض مباشر. هاي دالة التقريب المطلوبة اللي هي 5 زائد 1 على 5 مضروبة بإكس. إذا نعم. أشكركم على حسن لقاء آخر في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.